مباراة مثالية بالنسبة لفريق الأهلي المصري، كيف خدتم هذه المباراة وكيف كان التتويج ومتى تيقنتم من أن اللقب سيكون أهلاوي؟ والله أنا هقول لك الموضوع في نقط صغيرة. نعم، بطولة أفريقيا عمرها ما دخلت النادي الأهلي من سنة 95، غايبة عن النادي الأهلي، فإحنا قدرنا إن إحنا نرجعها تاني في ظروف معانا نجوم الفريق، نجوم الفريق بلا أدنى شك مش موجودين، كريم شكري، محمود فايز نعيم، محمد عبد الوارث، مصطفى السيد، مش ممكن، كم إصابات كبيرة، مش إصابات صغيرة ويرجعوا، إصابات كبيرة. الفريق مشوارنا في البطولة صعب جدا، قابلنا الترجي التونسي، الزمالك بطل البطولة 3 مرات متتالية، يعني الموضوع يعني صعب جدا جدا. أنا لحد دلوقتي مش مصدق إن ربنا كرمنا وفزنا، اكيد احنا نستاهل والحمد لله. انا مش قادر اتكلم والله، يعني والله ما قادر اتكلم. يعني الحمد لله ان لعب كريم سعيد هذا اللقب، اعتقد انها يعني لاحظنا انكم اجلستم بكاء قبل نهايه المباراه، وغالي علي ان انا كابتن الفريق، فغالي بشكل خاص يعني. جميل، هنيئا لكم ومسار موفق ان شاء الله، واعتقد انكم ستلتحقون باحتفالات فريق الاهلي لكره القدم البطل الافريقي لكره القدم. اذا الاهلي فرع كره اليد ايضا يتوج باللقب، هنيئا مره اخرى، ونتمنى لكم مسار موفق في البطولة المقبلة وفي السوبر افريقي من اجل ما قعد في النهائي في البطولة العالم ان شاء الله. ان شاء الله، الله يخليك. شكرا كريم سعيد.